الانتخابات التي حدثت في العراق النيابية عليها إشكالات كبيرة وكثيرة جدا ومتعددة من قبل الشارع العراقي وشارع الموصلي. الانتخابات عليها تساؤلات كثيرة غير مرضية للشارع الموصلي، والنتائج لحد الآن لم ترقى إلى مستوى الشفافية المطلوبة من قبل المفوضية العليا للانتخابات. المفوضية أعلنت بنفسها بأن هنالك فعلا هنالك خروقات وتزوير في المراكز الانتخابية المتعددة التي ذكرتها نفس المفوضية، ولكن تفاجأنا في آب بعزل 7 موظفين من مراكز متعددة عن إدارتهم للمفوضية في الأردن وفي تركيا وفي بعض المراكز اللي موجودة في العراق. ولكن الإشكالية نحن في المسرحية، نهاية المسرحية قالوا بأن التطابق كان 100%. إذن هذه مسرحية مغلوطة ومسرحية لم ترتقي بمستوى اللعب على الذخون وعلى الشعب العراقي. فالشعب العراقي عرف الموضوع منذ بدء الانتخابات ومنذ بدء التزوير ومنذ بدء بث الفيديوهات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتزوير كان 100%. ولكن المشكلة هي كيف تعتمدون حكومة عن طريق التزوير، وكيف ستعود الوجوه القديمة إلى الساحة وكأننا لم نفعل شيئا وكأننا بقينا في المربع الأول. إذن سوف نسأل الشارع الموصلي عن آرائهم وليس رأينا نحن. اليوم رأي الشارع الموصلي يهم قناة الموصلية ويهم الشعب العراقي. تعالوا معنا حتى نسأل المواطنين. أكيد شفت الانتخابات وشفت التزوير، ونتمنى أن يعيدون الحكومة العراقية أن تعيد النظر بالمواطنين، وكافي كذب وكافي لعب على المواطنين. زين، احنا بهاي الحالة ايش محتاجين؟ محتاجين حكومة تكون نزيهة وتنظر نظرة حسنة للشعب، لأن الشعب حيل تعب، وخاصة أهل الموصل. أهل الموصل حيل تأذوا، وتعرفون الظروف، أنتم ما يحتاج واحد يعيدها، وتعرفون كل الزين هذا الشيء. يعني باختصار، تزوير زائد شنو؟ زائد وجوه قديمة. أكيد نفس الشيء. تزوير شنو؟ تزوير، وهم يريدون هم نفسهم يبقون. هم سووا هاي اللعبة لأن هم ما يريدون يطلعون من هذا المكان. يعني شنو اللي ينقذنا؟ ينقذ البلاد؟ والله الله سبحانه وتعالى، ثم ناس عندهم مخافة الله وخلصونا من هذول الزمرة الحيشاك التعبانة. والله كله تزوير بتزوير، قسم بذعاني من الناس. راحت على الكابينة، وقت تريد انتخب، الله وكلك الموظف تقول انتخب هذا. قلت له يما كيف انتخب؟ انا انتخب وقبل خليت علامة فيه وطلعت. الله وما انتخبت هذا، وكلهم اصلا مزورين وكلهم حرامية. والله العظيم، وهذا وهاي الانتخابات صارت كلها تزوير في تزوير في تزوير. والله العظيم، وحرامات هم ذولا بالحكم، ما حسبها كل شيء سوونا غير هم ذولا الحكماء الكبار. والله دمرونا، سبونا لا شغل لا عمل لا ابد لا كل شيء ماكو، وخلونا جوعانين. خطيه عيد وعنده 5000 بس. والله يا ابو مو بس ما عندي. الله يشهد على كلامي، ما عندي. والله العظيم هسه مفتح لي بسطه صغيره في سبيل ده اعيش عائلتي، ولا كان شغل عمل تسهيل امور، كل شيء ماكو، كلهم حرامية يابا. والله كلهم حرامية، كلهم نشال الله وكلك منو بيهم واحد إذا ما بيسيبوك البلد ويطلع، وكل واحد بطنه صارت الكبرى، سيجون جماعة ربطنه فاشة ويريدوا يكبرها بعد. منو جاي ايش يسوونا؟ ايش يسوونا؟ والله العظيم بلد كل ضاب على أمره، الله يشهد على كلامي. والله العظيم، والباقي دول بالحكم كلهم حرامية، وذول ما شلع قلع، فلا خلي واحد من عندهم، من رئيسهم إلى آخر واحد بيهم. ما انتخبت ولا وصلت ثاني. ليش؟ والله ما ايش ننتخب؟ هم اللي يريدون ما يخلوا، ايش ننتخب؟ والله العظيم صار تزوير؟ اي صار تزوير. صار تزوير والله. زين، احنا بهاي المأساة غير نريد حكومة انقاذ وطني؟ بلى، احنا نريد حكومة انقاذ. اي والله. حتى ليش؟ حتى بس شوية هالعالم هذا، الفقراء اللي ما عنده. انتخابات فاشلة. لأن كثير تحكي عليها يقول لك كلها هذه انتخابات تزوير. وانتخابات مين انتخابات نزيهة؟ ايه. زين، وبهاي المرحلة ايش محتاجين احنا؟ محتاجين كهرباء، محتاجين مي، محتاجين اعمار. هذاك الايمن دعم حكومة انقاذ، ومحتاجين حكومة. مو حكومة هذا، اريد حكومة زينة. هذه حكومة كلها مسلبشية وحرامية، كلها تعرف يعني، كل هذه كلها مو مال، كلها مال بوق. اريد ناس يعني عن غير وجوه، غير هذه الوجوه هذه.